السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان مشاهد عم على بس السلام عليكم. السلام خويا باش كبازي الجلياني غمانيس الجلية وزيد بورتوغال ويحكموا بين هاتسو هاتسو ريصاص ماني بدوني انا يا جاك يا غيري 14 85 عظيم ياك 14 85 شنو غاتجي الشركه هي غاتجارخه للمنطقه الشرقيه تكمل بعدا غنسل الاخوان بانه غنغذي المحطه الوقود العالميه نبني شي كامل ودراوي داخل المركز ديال دخل المركز نتشكى مرض هو نبني شي كار لان مرض سيت سيت قال لي ما غيتلس جنب بعدا نعاود بارك مبروك نعم سيدي بارك الله فيك مرحبا بك انا اخر يا عمر نادي سيتي وغنزقد سيدي هذا انت باش تاخذ شارف ميجن الشرف غنقرا انت تيقش لهاد النهار ديال الولاد مشروع استثماري وانت نتمنى ياس النجاح المشروع الاستثماري شحال خاصنا نهضر في المشروع باش اللي داوي السيس قليل راه يبدا يخدم رخ غادي يجي الاستقبال غنقرا الطاس واخا بعض العراقيل زي المجلس بعض مو الحمد لله لان المجلس في 2015 غادي بعدا رئيس الجماعات غادي وقعت العراقيل باش ندخل الحمد لله نشي نقى بالنضال نتشكى مرة قبل نبني شي كارت كمال باش كوري ليسونس تي غار غنشين انا في سوبير 14 85 سي قال ليسونس سمر جو ديغون مازوت نكس 12.85 نش تما غزي الدار البيضاء لانه تما غزي تما جا 12.95 12.95 هي مازوت 14.85 هي ليسونس نش تما غزي الدار البيضاء زي محمديه ديريكت زي الجارف ديريكت وانت عم بوزي تونس زي الجرف الاصفر وا وانت عم بوزي تونس جاني زي زي بلينسا وما زلت نغدا يذكر التاس لان في صوت اني وذان مارا التاكسيات اللي تسيك تكن مارا شي قلت مع ملك وذان مارا شين ستاسيون هو تجيبون نغل الشين ستاسيون اني وذان مارا صحيح خويا نور الدين شك من بين تتبع المشروع يا ولد من بين اسي عبد العظيم تو تاكل دراس دانيتاتين او زعما من شويه يعني غيزين ثم هنا في شاري كاسيس سوا في يد في شاري ومدنا كثير وفي الشغل خمي يجوا بلا جلد جديد انت تعالك عزي عبد العظيم نشوف رب العالمين ان شاء الله في العمل الناس والاخوان ماري عجبتني الحال ندفر على عبد العظيم بالمواقع تواتو شي نتمنى نريوي غازات ان شاء الله وتقاربت ندير الاخوان يسحبني شي كار طويز نتو تاكل هرب لي زات كين مازوت نهار ما يخصا 100 دروح ما عاد يكذب ريق تما صوا شين كمناظرين وكجمعويين نشينا الزوان تقعد تقبل شن غير منعت فوز فوز نقعد تقبل شن وجبت نغدر لا بعض 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 الفساد ازوت في السد نتا قبيت باش غوت نتجيشان الشين هاد نسب الدار حد نسى لان الشين كفاعلين جمعويين نشينا زو قبل شن غتيري مليح نشوف شحال نظر خدامانا باش هذه هو الثمن لان منطقه منطقة جبلية وها منطقة خصوصية غنغلبيطا لا كتازي 90 ديمي غنغلبيطا لا ديبني شيكاري وذن واخد من شهر بين الحدود الوهمية تبلع لأني وذن تغنوا من المساكين هكون غامريت الخلة بين السائق المهني شي غسلة باش باطر البيضون جباطر والبيضون جباطر ماري الإخوان كمرن خاصة نسغن زشت السانيتي البيضون شدي غاس نتباطر لا باش نقص 30 درهم هذا خرج برا لأن على حسب المنطقة غادي تجي لأن المنطقة اللي تجي نشتي غادي نلقى المنطقة ديس الخصوصية المنطقة المنطقة يبوبريتن واجبوش المنطقة مويلات صح من دين اذا خويا عظيم هنيت بانه مشروع استثماري مشروع استثماري ناجح داخل مركز الجماعة وكنتمنوا ان شاء الله كنشكر الاخوان الجميع الاخوان اللي في المركز لان لقينا بعض العراقيل بالمجلس الجماعه ومن السلطه المحليه لان يسي غا الرخصه 2023 ذي شهر 7 يسي غا الرخصه السلام عليكم ورحمه الله الرخصه تغيسميها ليس الرئيس السابق 2015 محمد قانون محمد بادي محمد بادي لا محمد بادي محمد بادي 2018 لان تغا تسن العراقي اللي وقع السنه هذا يس شنو هي الموافقه المبدئيه 2018 حسن لغ في البيئه حسن لغ مار جميع المشواغ اللي تخصن مار الرخصه 2023 في شهر 7 حسن لغ الرخصه يعني سي حطيت شكا السيد العامل السابق خلخل العامل 2023 تشكا خذ التصديق الشكر زي السنة الماني جا الصحراء زي الصحراء لان انت يبدن انت يبدن خاصه هنا واش كتقلي ما تعيش كذي مره
من تنذ خويا عظيم تنذ بانه نعيش الاحداث زي البدايه. عشت كيف الاحداث زي البدايات 2015 عشت كيف مال الاحداث ذي الحزن ذي الاحتجاجات ذوين في وقع المره باش داويغ الاستثمار غابني شيكار والتجربو هذا كل يوضل مبارا مش خصن دانيتي لان مش نمس المنطقه مش خص غار بحي طاول المنطقه ينوس قدام طاول المنطقه ينوس لانه زعما غتناوي نشيني وضن زبار الاستثمار دانيتي مش خي داخل المركز هو ستاسيون مرة يوذان لأن تقنديس مش خصن يوذان نش فارح حق متى فغي يوذان تنظم دات مش خصن يجلي استقبر ضم قنزي دعوان بني شيكا لأن معروف إن بني شيكا معروف سي الكرام معروف سي وذان سبحان مرة معروف إن تعاون إن مثل المنطقة نسن لأن نشعاون إن مرة تعاون المنطقة الحمد لله ما زلت تمنزا لأنه يغزن للجودة زرين بالله ما زلت الصباح ليسانسي الصباح إيش اللي استقبل ضم قرنا سيف قلي؟ اسمه تصنع غيار خان هني. تصنع غيار خان المعقول ولا الجودة؟ الجودة. الله باش سقلي توت جنس ذا يري غرار خو قاسم الله باش 30 درهم. البيض ونش قاسم تبتر توت 70 درهم زشت زشت هذيك تبتر زشت. وني وغاي تجيش الله باش محبابي هذيك الله باش بتر. وغاس وغاس شا غادي يصير قلبه. إلا ذي ريت مع ملك المحطة واخوات معي ميلشا معليش نشات قلبه. ما يقارنش مرحبا. محبابي خاص طوموبيل خاصني راح مليان يمو وغاس محبابي هذا قلبه ونجيبوا له المشكل الشيء غاس قلبه. بركي ستاسيون نوذن وجبوا لنا ينوش وجبوا ينوني مويني موي ستاسيون مره نوذن المواطنين. صحيح عمر من تقاش. خويا عبد الصمد من غير نغمين خويا عظيم قدوني انت. شتي نقلص دغاز دين وجيونا نهاني ذا. مرحبا بكم. صحا كيف؟ الدبابة الفرنسية انجليسون وتبارك غاسل مشروع الناس غاسل المحطة الذهبية ومدنا عقب السيارة اشتغل اخمي داي غمي الذهب تبارك الله سما شان تندين تنغن شاي الشغل المدينة ويعجبها الحال وميلا شي ميلا ويغض الاستثمار غال قبيلة الناس غال تشان الناس غال مواطن الناس يدقى نجم الخدمة صباح وقليل وغير كانت دقا غادي ولكن تمني غزي الاخوان القبيلة مارة وني غادي الاستثمار اخسي بدا ديناض الذي حارب هذه هو الاستثمار غات مواح النص فبدنا يلا هذه هو الاستثمار داين تاتي غات مواح النص هذه تستخدم ثروه المنطقه النص وفي نفس الوقت نتشكر ثروه نتي شامار يبدني كعزي عظيم القارسنا متبدا تي كيجمون نغنيت قفوس قفوس اتمعاون يجي كون نغنيت وني خصنا هذيك المشروع مش ما يقال المشروع دي مين دي ما عاونت بد ساكيس هذا مكان غانيني وهو تشكان عزي عظيم تحية تشكان سيس قلي ماني ما يقلب سما النص ماني ما مسكين يطاح ماني ما يتبدا ماني ما يتعاون فهمت والحمد لله ونتمنى نشي نخا سيس قلي ونتمنى زي الجماعة سيس قلي نتمنى زي رئيس الجماعة علي علي نتمنى زي رئيس الجماعة لان ما مشى خويا عظيم تنتمنى زي رئيس الجماعه رد الاعتبار لان مني تلك قوات جبويه مني لان المال العام خص غادي عما كثني الثمانيه في النغمار نيوذان المال العام خص غادي عما هذه النقطه ياخصن عمار زميتين دورو 100 درهم خص ما زوت غادي عما الطوموبيل ديال الجماعه زي من ياخصن زي الثمن ياخصن ويتيرابو ديال المال العام لان الثمانيه ثني وجه النس وجه نتمنى زي جميع المنتخبين اعاده النظر في منايا لان اجن حاجه خطير اجن حاجه تسمى خطير في منايا شفت تسمى خزا هذه الثمانيه في الضياع عند المال العام وجبوا الثمانيه في النش يتيرا ليس انت رئيس الجماعه لانه ولي المال العام ولي الثمانيه في النش الشعب ولي يخسر جمعيه وتسخار انت خ منايا لا ايوا قد تا ومقال يخسر رد النظر في الثمانيه لان الثمانيه ويتي المال العام قاضي الماني غير راح نتنغني ويتي ويتي ويتس قلي واقش هو واش تاع ويتس قلي ويتي ويتي المال العام خص ويتس ويتي رئيس الجماعه هذه انت ماشي وبالنسبه للجمعيه النقل المدرسي عاود علي السوسي خص ويتي ران بودي المال العام لان الثمانيه في غاصن ثمانيه المال العام نشعل وجبوا نسنتا ولهذا نتمنى زي السيد العامل اللي حارك المسطرة، السيد الوالي اللي حارك المسطرة، مجلس الجهوي الحسابات اللي حارك المسطرة، ولهذا اسقل لي غواني العيد قديني شكاية إلى محكمة إدارية ضد تبديل المال العام والفساد داخل داخل داخل. هاو ما سغنيت راجل، هاو سغنيت راجل، راجل جو، زيد أخويا. تبديل المال العام،
بين الفساد داخل الجماعه هذه المال العام، ولنتمنى هذه المسطره تحرك السيد العامل السيد الوالي، ولهذا شكرا جزيلا السيد خليل، ويواني ان شاء الله يا رمضان هذه لجنه الاخبار المغربيه الجديده ان شاء الله، وشكرا.